ما زال صدام حسين بعد 20 عاما على إسقاط نظامه زعيما محبوبا ويحظى بشعبية في الأردن، وصوره منتشرة حتى كملصقات للسيارات أو أغطية للهواتف المحمولة. وبينما اختفت الرموز والصور المرتبطة بفترة حكمه من الحياة العامة في العراق، ما زالت صور الرئيس الراحل منتشرة في الأردن. والله الأم يعني تفتقد إلى شجاعة صدام، وله صدام إنسان عادي، لكن كونه إنسان شجاع والأم بحاجة لإنسان شجاع فتعلقت فيه الأمة. بس هذا هو، حتى الملك حسين كان معجب في شجاعته. ويذكر معظم الأردنيين باعتزاز صدام لمواقفه القومية ومقاومته تدخل الغرب في منطقة الشرق الأوسط، والأهم دعمه للقضية الفلسطينية، بينما لا يعرف معظمهم رؤساء العراق بعده. هسه مش بس الأردنيين بيحبوا صدام حسين، الدول العربية بشكل عام بتحب صدام حسين الملقب بصقر العرب. هو لقبه أجل يعني اسم على مسمى، هو لأنه كان له مواقف حلوة، له مواقف كثير. يعني لو أنه صدام عايش كان ما صار اللي صار بالدول العربية حاليا. ودرس عشرات آلاف الفلسطينيين والأردنيين في جامعات العراق مجانا حين كان التعليم متقدما ويحظى بتمويل جيد.